باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو في وضعية إعاقة. بهذه المناسبة تم تنظيم سباق على الطريق بمشاركة جميع الفاعلين الجمعويين والجمعيات المختصة، ومن هذا المنبر ومشاركة كذلك أساتذة التربية البدنية بمديرية الإقليمية بفاس، ومن هذا المنبر كنادي على جميع على المجتمع المدني باش ياخذوا بيديهم هاد الناس اللي هما في وضعية إعاقة ويحاولوا يدمجوهم معنا في المجتمع بشتى الطرق. والوسيلة الناجحة هي التربية، هي الرياضة والتربية المدنية، فحتى هما ناس اللي عندهم ما يعطيو في هذا المجال، وخصنا غير أننا نعطيهم ثقة في النفس ونحسهم بأننا كنعتمدوا عليهم وكنتظروا منهم حتى هما استحقاقات كبرى. وشكرا لكم.